فندم. سنور يا فندم، اهلا وسهلا. زي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. استاذ حلمي، استمعت النهارده لكينزي واستمعت كمان لتعقيب سياده الرئيس بخصوص الاهتمام بالمواهب المصريه. ده اجمل خبر سمعته. عايز اقول لك حاجه، الانجازات ده طريق، اما الاتجاه للناس ولتكن من طفل الى الجامعه. الجامعه في يوم من الايام كانت هي اللي بتفرغ الاصوات. ايوه، من هي اللي كانت بتقدم ومسرح الجامعه يا استاذ حلمي، فاكر مسرح الجامعه زمان كمان. ايوه، دي رخصه بتديها الرئيس بيعلنها للجامعات. نفسي اشوف منكم خريجين ما يبقاش واحد امي او جاد بياخد دوله في فنها. أيوة. ولكن الثقافه لتكن مش ثقافه ورقيه، ولكن ثقافه مجتمعيه. طب مين اللي ياخد الا اذا كان خريج الجامعه او الطالب اللي مر في حياته مرحله تؤهله على ان يكون اداء او طوبه في بناء هذه البلد وقيمتها وريادتها. انا بحيي الاستاذ الرئيس اولا بعد اكتشاف او افتتاح ممر في الاقصر. نعم، كرم كباش. لا تتخيل العالم بيقول ايه. وانا قلت، وجهت كلمه للاستاذ الرئيس، قلت له تصرف هذا الافتتاح وهذا الحفل بوجوده. أيوة. انت تصرف بما قاله العالم عليك من انجاز. هو الانجازات دي البشر هم اللي ينجزوا. نعم، فده شيء جميل جدا. ان انا ببدا رساله الرئيس بيقول انا عايز انتوا تكونوا انتوا ولاد الساعه في الابداع، في الفن. الابداع ايه؟ الابداع يعني ايه؟ الابداع زي انا اتم فابدع فاضيف. نعم، مش اضيع تاريخ. لا، ايوه. استاذ حلمي، النهارده كلام سياده الرئيس وتعقيبه بعد ما سمع الاصوات الجميله من الجامعه، وقال انه لازم يبقى في فرص للشباب، ودايما هو يعلم جيدا من كلامه واضح النهارده انه المشكله دايما في الفرص. هل احنا محتاجين دلوقتي ازاي ننقب، انا بستخدم لفظ التنقيب لانه هم لا يقلوا قيمه عن الذهب والثروات، ونشوف الطلبة دي والأصوات دي فين، وعلشان يستمر الفن المصري هو اللي في الصدارة زي ما كان طول الوقت. تعقيب حضرتك ايه بأنه كلف بوجود هؤلاء الشباب في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية؟ اللي أنا عايز أقوله، التنقيب يعني أنني أبحث، ولكن عندما يوجد الشيء ما بقاش ابحث، ولكن افرد صفحات، افرد مجال لكل موهبه. كل موهبه نبدا بالاذاعه والتلفزيون، نبدا باسور الثقافه. اسور الثقافه ممكن نعمل منها مهرجانات ثانويه في اجمل الابداع، لان في اسور الثقافه مواد خارقه. احنا ليه ما بنروحلهاش؟ طالما ان عندي الفن يبقى انا اروح له. انما نبحث يعني معناها الارض جداء، احتمال الاقي وما الاقيش. لا، احنا عندنا شباب، عندنا شباب واعي لا نتركه الى تعاطي الاغاني الرخيصه او الى ابداعات السينما اللي هي انت عارفه بتنجح ليه؟ الممنوع مرغوب. ايوه نعم. اجيب انسان بيعبر عن شريحه مرفوضه، والرب ده يجذب اليه ناس. لا، ده خطر. نعم. جدا. نعم. استاذ حلمي، ليه بقالنا فتره، وده اللي خلاني افكر في الموضوع النهارده، ليه بقالنا فتره ما سمعناش عن زي زمان كده انه مسرح الجامعه كان بيطلع اللي هو النجوم اللي موجودين دلوقتي؟ اسر الثقافه فين دورها؟ هل فكره البحث مش موجوده؟ هل فكره انه ان اسر الثقافه نفسها ما بقتش تقوم بدورها؟ شوفي، كنت موجود عندنا، ولكن علاج تليفونك بيقطع، مش سامعك كويس استاذ حلمي. طب هيظهر المعدن الجيد ده الجميل. انا عايز اصول الثقافه يبدا اصول الثقافه مش معناه ان انا ابيض الحيطان، لا، اطلع المواد اللي جوه. نعم، المواد ان شاء الله تكون عارف جوه. ايوه
انا رحت ولفيت على كل عصور الثقافه وكنت فرحان وبلا طلعنا مواهب كتير عندنا شباب جاهز لانه يرجع، ولكن لا نبحث في اتجاه عشي نبحث في اتجاه الشباب. ليه ما بقاش في الكشافه بتوع زمان اللي يكتشفوا الاصوات؟ انا نفسي بس اسمع حضرتك كويس لان التليفون بيقطع. لا ما هي الشبكه نفسي قبل كل شيء اتكلموا على الشبكات اللي واقعه في التليفونات. ادينا بنتكلم ادينا قلنا هو احنا على الهواء. الشبكات شبكه التليفونات فيها مشكله يا سياده الوزير. اتفضل اتفضل استاذ. الشبكات واقعه كلها. ايوه انا بقولها بصوت عالي واللي عايز يحاسبني يقول لي. نرجع للفن بقى. اللي عايز اقوله ان لا الحفلات التي تقام نفسي كل حفل يجمع شباب يعطى ولو 50% من الضريبه، لان الضريبه بقت عاليه على قيمه التذكره وعلى ثمن الفنان. انا النهارده لما اعمل مهرجان للشباب الحقيقي مش المضلل واجب لا يجب ان تعطى هذه الحفلات، لان انا هنا حضيف الى الابداع ابداع. نعم. اغلى مليون مره من الضريبه على التذكره. نعم. النهارده عشان اعمل حفله هقول لك حاجه خطيره، بس بتبع الطرق الملتويه، ببيع خارج الشباك برقم غير رقم، اديني بقول حاجه خطيره جدا. معظم اللي هم الناس بيعملوا حفلات هربوا. لان لو مشي على الطريقه القانونيه في بيع تذكره هيخسر. ما عمل هيخسر. ايوه ايوه طيب. يعني النهارده حسيت بامل كده في مجال الفن والغنى ومجالات الابداع بشكل عام من كلام سياده الرئيس. واول ما كلمتوني انا الابتسامه على وجهي. حصل. لان انا في بطل تلفزيون كتير بكشر لان انا حاسس بالخطر القادم. أيوه. من ولاد اطفال بييجوا يغنوا ويقول لي مثل الاعلى علي جميزه. لا ما ينفعش، لازم يكون مثل الاعلى الهرم وعبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم، وما نقولش على دول اثار عيب لان فنهم رغم انهم رحلوا جنسيا الا انهم فنهم عايش نصيبه، فما يجيش وقت موغائيه يضيعوا ده. صحيح. على وزاره الثقافه، على وزاره الاعلام، على وزاره السياحه الثلاثه يتكاتفوا باقامه مهرجانات غنائيه ولتكن سياحيه ولتكن اي شيء وينقلها التلفزيون. ازاي لغايه النهارده حفل ممر الكباش ما بيتذاعش ما يعملش ليه على كل القنوات؟ ايوه مصالح الدوله. نعم نعم صحيح. ازاي انا طلبت الاغاني اللي بتلعب في برنامجي وقال لا ارجع لان دي ملك مين؟ ده ملك مصر وشعب مصر. نعم نعم ادي اللي انا عايز اقوله. اشكرك استاذ حلمي الموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر بشكرك.